ذهبية للإجذاع البكار الإنتاج بصوت الزميل محمد بن بريك المري. شكرا بسام. متواصلين مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم ضمن الرموز الذهبية في سن لسن الجذاع في مهرجان الأمير الوالد، حيث ينطلق في هذه اللحظات وعلى بركة الله شوط الشلفة الذهبية للجذاع البكار الإنتاج، ونتمنى التوفيق للجميع. كما أهنئ هجن الشحانية على هذا المستوى، وهنئ جماهير الأدعم على الفوز بالرموز الذهبية الأربعة الأولى الماضية في هذا المساء، كما نتمنى التوفيق لكل المشاركين لكل الحاضرين في هذا الشوط الرئيسي الخاص بالإنتاج والمنتجين. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول في شوط الشلفة الذهبية للإنتاج والمنتجين، الجماهير المترقبين لنتيجة هذا الشوط، المنتجين للمترقبين أيضا لأخبار بنوك الإنتاج وفحول الإنتاج المقدمة مباشرة، ومن تحتل المركز الأول هنا الجساسية لهجن أم الزبار مع مقدمة الشوط مع الصدارة بقيادة وتضمير فارام بن محمد بن قريع الصامل، يقدم الجساسية على المركز الأول. الدور دور المركز الثاني، وصلت سرايا لهجن أم الزبار مع المشاغب أو مع المرعب الصغير ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني. ننتقل للمركز الثالث، تصل الغزيل لهجن أم الزبار مع فرام بن محمد بن قريع. الدور دور المركز الرابع، تتقدم الداودية لهجن أم الزبار مع حمد بن سالم بن زاهرة في عملية التضمير والتسيير، بينما المركز الخامس تتقدم شديدة من هجن أم الزبار مع جابر بن علي النجم في التضمير. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، سيطر على الخماسية الأولى لهجن أم الزبار مع اختلاف المضمرين، ما زالت المقدمة مع الجساسية وصيفة الشلفة في مهرجان المؤسس. هذه حاضرة متواجدة على الموعد، الجساسية بإنجازاتها بسياراتها بأيضا نقاطها في هذا الموسم على مقدمة الشوط في شوط حساس. يا فاران يا بن محمد يا بن قريع يا المضمر الصامل، حافظ على تقدم الجساسية، من تحتل المقدمة تحتل الصدارة في هذه اللحظات بحثا عن الشلفة الذهبية بعد أن حلت وصيفة في مهرجان المؤسس على شقيقة الغزيل الحاضرة والمتواجدة في هذا الشوط. بدأت بالتسلل الغزيل، مرحبا بالغزيل، مرحبا بهذا القدوم، حللت أهلا وطأتي سهلا يا الغزيل. على المركز الثاني تتقدم لهجن أم الزبار مع فرام بن محمد بن قريع، يقدم الغزيل، بينما دور المركز الثالث تصل سرايا، تتقدم سرايا، تتسلل سرايا بشكلها الممتاز بأدائها الفنان لهجن أم الزبار مع ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني. المركز الرابع، وصلت الداودية من هجن أم الزبار مع حمد بن سالم بن زاهرة، بينما المركز الخامس تصل كفاح لهجن المرخية مع المضمر سعيد بن محمد بن هادي الجربوعي، يقدم لنا الداودية أو يقدم كفاح على المركز الخامس في هذه اللحظات. هذه نتيجتنا مشاهدين الأعزاء أيها الحفل الكريم. الشلفة يا مضمرين، الشلفة يا مسايرين، الشلفة يا متابعين. الجساسية عودتنا على الانطلاقات في مثل أشواط الرموز، في مثل الأشواط المثيرة، على هذا الحضور اللافت، على هذا الحضور المميز. هذه الجساسية تجس نبض الشوط وتجس نبض الشلفة. الأمور تطمن يا فاران، على ما يبدو الجساسية على المركز الأول مع صدارة الشوط، تمهد الطريق للغزيل لراعية الإنجازات لراعية الرموز لتضيف أيضا الليلة بعد توفيق الله، بعد توفيق الله رمزا جديدا يضاف في رصيد هذه البطلة. المركز الثالث، وصلت في هذه اللحظات كفاح، تقدمت كفاح في شوط الإنتاج من إنتاج هجن المرخية التابعة والمملوكة
لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن جاسم بن عبد العزيز آل ثاني وبقيادة سعيد بن محمد الدهن في عملية التضمير. تتقدم إلى المركز الثالث في شوط الشلفة مع انتصاف المسافة. المركز الرابع المتسللة في هذه اللحظات سرايا لهجن أم الزبار مع المرعب الصغير ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني، بينما المركز الخامس المتسللة الداودية لهجن أم الزبار مع سعيد أو الداودية تتقدم مع حمد بن سالم بن زاهرة في التضمير، وأرى أيضا التقدم من قبل الفائزة لسعادة الشيخ محمد بن فلاح بن جاسم آل ثاني مع المضمر متعب بن مخلد الدلبح العتيبي. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم. العودة إلى الجساسية وإلى الغزيل على المركزين الأول والثاني من هجن أم الزبار بمتابعة وتضمير الصامل فاران بن محمد بن قريع. الجساسية مع المركز الأول، الغزيل مع المركز الثاني. هذه البطلة راعية الرموز، راعية الرموز الذهبية من يومها لقية، من يومها في سن الحقائق تفوز بالرموز وبالإنجازات ورصيدها مليء بالإنجازات، حاملة اللقب في مهرجان المؤسس على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث تتقدم فيه كفاح من هجن المرخية مع سعيد بن محمد الدهن في التضمير. المركز الرابع من تصل في هذه اللحظات تتقدم سرايا لهجن أم الزبار مع ناصر بن حمد الشهواني في التضمير. المركز الخامس تتقدم هنا الفائزة لسعادة الشيخ محمد بن فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني مع متعب بن مخلد العتيبي في التضمير. كيلو وين عن خط النهاية يا فاران يا بن محمد يا بن قريع. ما زالت الجساسية تقود هذا الشوط قيادة حكيمة. قامت راس تقترب من الشلفة الذهبية الليلة الجساسية بإنجازاتها بحضورها اللافت. الغزيل مع المركز الثاني من هجن أم الزبار تتقدم والعصا قوس والانطلاق تلقائي والدفع تلقائي. المركز الثالث تتقدم هنا كفاح من هجن المرخية تبحث عن الشلفة تطمح في الشلفة في شوط الإنتاج. في شوط الإنتاج يدهن يا مضمر داود يا مضمر الداودية أو كفاح سعيد بن محمد بن هادي الدهن يتابعها في التضمير لمن شلفة الانتاج في سن الجذاع. ولكن الجساسية انطلقت مع 1500 متر الأخيرة، باعدت المسافة ما بينها وما بين كل المشاركين. هذه الجساسية لهجن أم الزبار، لهجن أم الزبار تقدم هذا العرض الرائع، تقدم هذا العرض اللافت. يا سلام ال 1200 متر الأخيرة. الغزيل راعية الإنجازات، راعية العادات مع المركز الثاني تتقدم في هذه اللحظات لهجن أم الزبار بمتابعة فاران بن محمد بن قريع. المركز الثالث تسللت كفاح لهجن المرخية مع سعيد بن محمد الدهن. ولكن نعود إلى مقدمة الشوط، إلى الجساسية تفتتح الكيلو متر الأخير. طارت الجساسية، طارت الجساسية بالشوط الإنتاج، بشوط الإنتاج. الغزيل صاحبة الأربعة رموز، صاحبة الرمز في مهرجان المؤسس، صاحبة هذا الشوط في الشهر الماضي. هل تحافظ على هذا الإنجاز أم يكن لشقيقتها؟ الجساسية الدور البارز في هذا الشوط. طارت الجساسية، طارت الجساسية بالشلفة الذهبية مع 600 متر الأخيرة. حلت وصيفة على الغزيل في المهرجان الماضي. الليلة 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 يا فاران، الليلة يا فاران. الجساسية طارت بالشلفة الذهبية، طارت بالشلفة الذهبية. الغزيل قادمة بدون أي أوامر، بدون أي تعليمات. اختها في العزبة، شقيقتها في العزبة. يوسلو ولكن الجساسية أيضا بدون أي أوامر، بدون أي تعليمات. تستاهل الرمز الجساسية، تستاهل الشلفة الذهبية. الجساسية لهجن إنتاج أم الزبار، الإنتاج المميز، الإنتاج الفاخر، الإنتاج الزاخر. حلت وصيفة في المهرجان الماضي. الغزيل أيضا بدون أي أوامر. الشلفة 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 لهجن أم الزبار والعصا في الإبطان بدون أي تعليمات، بدون أي أوامر. سلام يا الجساسية يا سلام، وسلام يا الغزيل سلام. تهانينا لهجن أم الزبار وللمضمر فاران بن محمد بن قريع. المركز الثالث
وصلت كفاح لهجن المرخية مع سعيد بن محمد الدهن. المركز الرابع، المركز الرابع وصلت غدير لهجن أم الزبار مع فاران بن محمد بن قريع. المركز الخامس، المركز الخامس سرايا لهجن أم الزبار مع ناصر بن حمد الشهواني. تهانينا والناموس على فوز الجساسية بالشلفة الذهبية في هذا المساء وفي شوط الإنتاج والمنتجين. سلام يا الجساسية سلام، وهي وصيفة الشلفة في السباق المحلي أو في السباق ومهرجان المؤسس الماضي، وتنتزع في هذه اللحظات هذا الشوط الرئيسي وهي تنحدر من سلالة السعدي المملوك لهجن أم الزبار ومحمية أم الزبار. تهانينا والناموس لفاران بن محمد بن قريع. 9:22 سبعة أجزاء من الثانية. سلام يا الجساسية سلام، أذكر بأن هذا التوقيت وهذا الرمز الذهبي أتى بدون أي تعليمات وبدون أي أوامر، والعصا في الإبطان. سلام يا الجساسية سلام، بينما المركز الثاني تصل فيه الغزيل. 9:26 45 من الثانية، وبالتالي الغزيل أعطت الفرصة الليلة لشقيقتها في العزبة الجساسية. تهانينا والناموس على تبادل المراكز والأدوار بالرموز الذهبية. تهانينا لفاران بن محمد بن قريع على فوزها بالمركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث كفاح قطعت المسافة في 9:27:55 التهاني والناموس لهجن المرخية ولمالكها سعادة الشيخ عبد الرحمن بن جاسم بن عبد العزيز آل ثاني، والتهاني موصول لسعيد بن محمد الدهن. تهاني